اهلا بحضراتكم في فقرتنا الاخيره من تفاصيل واللي مشرفنا فيها الاستاذ الدكتور توفيق ناروز، استشاري الطب النفسي وزميل الجمعيه الامريكيه للطب النفسي وعضو الجمعيه الملكيه للاطباء النفسيين، وانا الحقيقه بعتبره اسطوره من اساطير الطب النفسي في مصر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بك توفيق، يا نهال، منورين. واهلا بالساده المشاهدين، واهلا باسره قناه المحور. اشكرك انك قبلت دعوتنا في تفاصيل. ربنا يخليك. تعقيبك على الفيديو على اللص التائب محمد راشد، بس يا دكتور عشان خاطرك خلينا ناخد بيه لبر الامان. وانا قبل الفصل، لا بس انا قلت لك، بس هو تشخيصي للحاله بس مختلف شويه، من الناحيه العلميه ورؤيتي للقصه مختلفه شويه، ورؤيتي للتكريم برضو فيها تحفظ يعني. اتفضل. وموضوع لما يعني نبدا بس الاول بالتشخيص بتاعه. اولا الانسان بيسرق علشان اكتر من عامل، من ضمنها هو قال يعني حب النفس، ما قالش الجشع يعني، بس قال حب النفس وقال الشيطان هو اللي بيوزني. الشيطان مش بيوز حد يا جماعه، الشيطان ده الشماعه اللي بنعلق عليها اخطائنا. فاذا انا عندي اراده ان انا اسرق او ما اسرقش، فالموضوع الشيطان ده يعني ما كانش طبعا يجب ان هو ان احنا ناخذ ان هو عبره وبتاع. وكمان هو لما جه يتوب قال ان هو جاله رؤيه او حلم او بتاع، وخد الغطاء الديني علشان يقنع بيه الاخرين، وبالفعل اقتنعوا، لان كان ساعتها القائم على القرار كان واخد نفس الاتجاه. وبالتالي فده بنسميه الشخصيه يعني كان في اول تيرم كده اسمه كرييتيف سايكوباث، او الناس اللي عندهم انتي سوشيال بيرسوناليتي في الدي اس ام 5، تقسيم الحديث يعني، اللي هو بالعربي يعني اللي هو شخصيه سايكوباتيه يعني. هو شخصيه سايكوباتيه بس بتميز بالذكاء شويه، او بان هو عنده الحنكه شويه في عرضه للامور وبساطته في الحديث، تبدو انها بسيطه لكن طيب. هو خليني اخد من حضرتك اقول لك بس شخصيه سايكوباتيه اللي هي ايه. شخصيه سايكوباتيه طيب. اللي هو ما يعرفش الصح من الغلط هو ايه، ودايما لا يحترم الاخرين، ودايما يبرر افعاله، وما يبقاش عنده شعور بالذنب. هو هنا عنده شعور بالذنب بس ما حسيتش قوي ان في شعور بالذنب يعني، هو بالعكس بيفتخر بالاحداث اللي عملها، لانه تاب، بيضحك عليها، بيستخدم حاجه اسمها، كم حد فينا يا دكتور عنده بيستخدم ديفنس عادات سيئه، بس بيستخدم ديفنس ميكانيزم اسمه الوات، عشان ده كلام تقول لي خبير بقى. بس انا حاسس اسمها الوات ديفنس ميكانيزم، اللي هو الهيومر، اللي هو يعني بياخدها كده ببساطه وضحك وبتاع عشان يضحك الناس. ده ديفنس ميكانيزم، فهو ذكي قوي عشان بيبين الموضوع بسيط وان هو بيضحك ياخدها بهزار يعني. لكن لا، هو اندرنيث او تحت الحكايه دي، لا هو شخصيه مش متاح ليتوب، شخصيه سايكوباتيه، لا متاح يتوب، لكن التوبه طبعا مفتوحه لاي حد يعني، وربنا بيقبلها. لكن ما نعملش انه بطل، لا ده هو احنا اخدنا دي الفكره. لا دكتور هو طبعا من حقه، لا ايوه حضرتك حصل لك لبسه في حاجه، يتوب طبعا. الفكره ان كان احنا مقتنعين في تفاصيل ان ممكن كل واحد يتغير بإرادتك، تتغير، فيش حاجة تقدر توقفك، أنت قررت من الشمال لليمين، ممكن جدا، ليه لأ؟ ممكن جدا تبقى من إنسان فاشل لإنسان ناجح، ممكن جدا تبقى من إنسان كسول، مش مهتم، مش عندك وعي وفكر، لأ لإنسان متقدم، نشيط، ذكي. أنت اللي بتقرر أنت فين في المجتمع. ما أنا قلت لك إن هو ذكي لأنه عارف يقنع الناس اللي حواليه ويتكرم ويعني يفهمهم إن هو بدأ يتغير بالشكل اللي بيتكلم فيه. طب كلمني يا دكتور، إيه اللي يخلي الواحد يسرق؟ ألف كنت قال اللي يسرق، اللي خلى الواحد يسرق، ما تسمعش السؤال بس والله. الشخصية السايكوباتية الحقد على الأغنياء، هو اتكلم عن إن هو بيسرق الأغنياء، فالحقد على فكرة، والغيرة، الغيرة المرضية من الناس، إن أنا أبقى، والجشع، وان انا ابص لغيري، والرغبه في الثروه السريعه او الغنى السريع بدون مجهود. فده اللي كان عنده يتغلب على ده. هو بعد كده تغير، ده حاجه تانية بعد 20 سنه، ما اعرفش الزمن قد ايه بصراحه لان الفيديو مش موضح يعني. هو اتسجن قد ايه وقعد قد ايه وايه اللي حصل له جوه السجن، مش ما كانش ظاهر في العقل. فده اللي بيخلي الواحد يسرق. اللي بيخلي الواحد يسرق الاستسهال برضه والاستحلال، ممكن يستحل يعني الحقد غير زي فاكر ارتيلو بيه ما كان بياخد الفلوس الاغنياء ويوزعها الفقراء، كان طبعا يبان ان هو طيب، لكن هو من جواه لا مش كده، خطا طبعا، الاسلوب نفسه خطا يعني. لا احد يبرر السرقه، لا احد يبرر الجريمه، الشخص ده كان مجرما، تاب ما فيش اي مشكله، بس يعني انا بس مستغرب من حيث البطل يعني، المجرم البطل، فهو المجرم بيتوبوا. في ناس كده على فكره هو اللص التائب مش البطل، في غيره في غيره كتير جدا على فكره بياخدوا عقوبتهم على فكره، في لان هو السجن اصلا تهذيب واصلاح وتاديب كمان، فهو السجن برضو اكيد كان له دور يعني، احنا ما جبناش دور السجن خالص هنا، اكيد كان في طبعا حد بيغرز، كان في حد بيتكلم، كان في حد، هو ده غالبا التغيير الحقيقي، مش اللي هو قاله يعني غالبا يعني.
لان هو برضه تهذيب الشخصيه دي واصلاح. بيبقى الشخصيه بتاع ما كملش السيكوباتيه بيبقى كاذب جدا وديسيتفول قوي، مخادع جدا، فهو بيكون كاذب ومخادع، دي شخصيته يعني، الشخصيه السيكوباتيه لو تشخيصه يعني، فهو ما يزعلش. والشخصيه على فكره دي ما بتتغيرش لانها علاجه صعبه جدا، ولو اتعالجت في احسن اماكن في الدنيا بيفضل كده. والشخصيه على فكره بتميل كمان للادمان، يمكن مش هنتكلم عن حالته هو بس بسرعه عامه يعني، بسرعه بتميل للادمان. ممكن الواحد يسرق برضه عشان الادمان، الادمان بيخلي الاسباب اللي بصوره عامه يعني، هو ما كانش هنا واضح في الـ في الـ ممكن يكون عم محمد مش مدمن. ما بقول بصوره عامه، فبصوره عامه ان هو ممكن المدمن يكون يسرق. طبعا، لان هو بيبقى عايز هنا، هو قلل الاحتياج، فالاحتياج اللي مثلا الهيروين، الاحتياج لحاجه مش مظبوطه يعني، لان طبعا المدمن يبتدي ان هو تتدهور حالته، ويبتدي ان هو، وان كان المدمن على فكره برضه دافع عنه، المدمن ده مرض، ولكن من احد مضاعفات هذا المرض الانحراف الاخلاقي. مضاعفات، وليس هو منحرف اخلاقيا في الاول، لان الادمان مرض بيصيب المخ، بس ده مش موضوع الحلقه يعني. فلكن ده برضه بيخلي الواحد في حاجه اسمها الكليبتومانيا اللي اتكلم فيها قبل كده، ده السرقه، بس برضه مش في الحاله دي يعني، ده بسرعه عامه يعني. الحاله دي اللي بتبقى واحد بيبقى غني جدا وعنده ساعه ماركه عالميه ب 60,000 دولار، في حاجات ساعات غاليه جدا كده يعني، وتلاقي مثلا سرق قلم زي ده كده، بيبقى رغبه ملحه جدا انه يسرق، وبعد كده يحس بالندم ان هو سرق. فدي ليها علاج، عامله زي كده امبلس كنترول او الدوافع الخاطئه يعني. طيب دكتور، ايه هو الداء السرقه؟ ما هتكلم يعني عليه دلوقتي. ايوه يعني هاخد من حضرتك واشرح لي شويه. ايه هو داء السرقه؟ داء السرقه اللي هو الكليبتومانيا، زي ما قلنا، اللي هو واحد شخص بيكون غالبا غني، مش محتاج الحاجه دي، مثلا الساعه، لابس ساعه غاليه جدا، لابس بدله غاليه جدا، وراجل عنده عربيه فارهه جدا، ولكن بيجي له رغبه ملحه جدا، دي بيسموها امبلس كنترول باللغه العربيه، اللي هي الدوافع الغير متحكم فيها يعني. فبيبتدي ياخد حاجه مش بتاعته، لا، رغبه ملحه جدا، وما ياخدها يبتدي ان هو يعني ايه، وهو بياخدها بيحس بالسعاده، بس بعد كده بيرجع يندم تاني على اللي عمله. طيب دكتور توفيق، ما ينفعش تبقى معايا وما اسالش حضرتك عن حاجه. اتفضلي. ام مثلا بتشتكي ان بنتها او ابنها بيفتحوا الشنطه وياخدوا فلوس، وتيجي تسالهم ما يقولوش. تفسر ده في الطب النفسي بايه؟ ده دلوقتي نتيجة الظروف العشر سنين الأخيرة في المجتمع المصري حصل تغيرات كتير قوي، بقى في انحدار بصورة عامة في الذوق العام، انحدار في حاجات كتير قوي، ففي برضو للأسف الجيل اللي هو مواليد الألفية التالتة يعني، بدأ شوية يبقى في عنده حاجات غريبة شوية، بدأ في بعض الأبناء ممكن يضرب مامته يعني، أنا بقول بعض، بيجيب في العيادة، بستغرب جدا يعني، البنت مثلا تقول لي أنا خدت فلوس ماما من البوك بتاعها أو من الشنطة بتاعتها، عشان انا لو سالتها هي هتقولي لا، فانا كده خدتها وخلاص ومش مشكله بقى يعني. واحد برضو كان تاني جالي العياده قال لي ده انا خدت مش عارف بابا 5000 جنيه جبت بيهم موبايل ومش عبعت، وقصص غريبه كده. فبدا دلوقتي الجيل الصغير اللي هم تينيجرز اللي هم تحت ال 19 يعني، بدا ان هم الموضوع بقى عادي خالص، لان ما فيش التربيه هنا، ما فيش الصح والغلط يعني، برضو الشخصيه السيكوباتيه ما عندوش الصح والغلط، ما فيش حاجه، بيستحل حاجه الاخرين، بيبتدي ان هو يلف جذور كتير قوي في الكلام، بيبتدي ان هو يكذب، بيبتدي ان هو يكون مخادع، بيبتدي ان هو يكون ساعات بيكون شارمنج على فكره بالنسبه يعني. يعني يمكن نرجع تاني للشخصيه اللي كانت موجوده قدامنا، ممكن يكون شارمنج يعني شخص بان لك ان هو يعني ما شاء الله شيك ولطيف وحديثه شيق قوي قوي قوي، لكن هو من جواه يبقى فيه الخبث والدهاء، وان هو بيكون مستعد ان هو يخترق القانون. فالشخص المجرم مش بالضروره ان هو يفضل طول عمره مجرم. نرجع تاني للقصة الأولانية يعني، فهو راجل تاب، خلاص ما قلناش حاجة، بس مش راجل بقى تأليف كتب وحاجات زي كده. هو لا، هو الكتب عن الكتب عن ايه بقى؟ انه بيحمل، انه ازاي ازاي احنا يعني ما نتسرقش. طب ما احنا عارفين حكاية قفل الباب وعارفين، ما قالش حاجات يعني اساطير. ناس كتير جدا كانت بتسيب البيوت فاضية في شم النسيم وتمشي. لا انا يعني نفسي بقفل الباب كويس قوي. وبعدين دلوقتي بقت المدن الجديدة فيها كاميرات وفي امن وحاجات زي كده يعني. طبعا الوضع اختلف. الوضع اختلف كتير يعني. طيب دكتور، لو بس زي ما قلنا السرقة موجودة برضه، السرقات موجودة يعني للأسف، دي موجودة، ودي بترجع للنقص الوازع الديني يعني. يعني واحد برضه ليه يعني بيجي يسرق، في رغبه الواحد ساعات يسرق يعني، حتى مع اي حد يعني، بيجي له وقت ان هو عايز يسرق حاجه، لقى مثلا ايه فلوس في موجوده في بنك كده والمحاسب مش واخد باله، وكتير فلوس كتيره يعني، فممكن لو خدها ومفيش كاميرات ولا حاجه ممكن ياخدها، بيجي له الفكره دي. بس اللي بيخليه ان هو ما يعملش الحكايه دي حاجتين، اولا الفضيحه، الخوف من الفضيحه، الحاجه الثانيه ربنا هيزعل منه بعد بركه ربنا يعني، اكيد ربنا ما بيباركش في الفلوس اللي هي مش حلال يعني. والدعوه برضو هنا اللي انا عايز اوجهها للناس، ان احنا
دايما يبقى مش مهم انا جبت كام فلوس، مش مهم انا عملت ضحكت على كام واحد، مش مهم انا نصبت على كام واحد او سرقت، دي مش شطاره خالص، لكن المهم مصدر فلوسي ده جه من الحلال، مصدر فلوسي جه سواء كنت طبيب او سواء كنت مذيع او محاسب او مهندس او اي حاجه تانية، مصدر من الحلال وليس مصدر من الحرام، لان من الاتي من الحرام للحرام يعود مره تانية، وان الايزي كام ايزي كول، الحاجات اللي بتيجي بالسهل بتروح بالسهل، وان هناك قانون بيحكم الناس، والحاجات دي مخالفه للقانون طبعا، اي حد بيسرق بيجرم ويسجن، ومش بضرورة ان هو يعني يبقى نهايته بهذا الشكل يعني، ولكنها دي ظاهره متفرده يعني، يمكن تستحق الدراسه اكتر، كانت تستحق ان انا كنت اشوفها، انا لسه شايفها ما فيش من لحظات يعني، قبل بدايه الحلقه ما فيش بدقيقه واحده يعني. طيب دكتور توفيق، نستفيد بقى ونتكلم مع بعض بعيد عن محمد خالص. الغني بيسرق ليه؟ الغني هنا بيسرق لان هو برضو في نقطة، ان انا دلوقتي غني في من هو اغنى مني، هي حتة الغيرة والحقد برضو على الاخرين. الغيرة بتكون دافع كبير جدا للسرقة بسرعة عامة عند ناس طبيعية، مش اللي هي الانتي سوشيال بيرسوناليتي او اللي هم عندهم اضطراب شخصية او عندهم في اللي هو الكليبتومانيا اداء السرقة او عندهم مشكلة الادمان. دي الاسباب الرئيسية، او حتى في ناس اللي هم بعض الناس اللي عندهم بايبولر، حالة الهوس يعني، يبقى شويه كده عنده ديس انهبيشن، الحكم على الامور مش صح، يبتدي يخش في محلات وياخد هدوم منها ويمشي، اللي بيسموها شوب ليفتنج يعني، اللي بياخد هدوم بتاعته مش من اي محل يعني، ويروح ماشي ما يحاسبش عليها يعني. دي بتحصل كتير على فكره، ودايما بس هم حاطين دلوقتي حاجه في بتعمل بتزمر يعني، بتعمل بيب ساوند يعني في المحلات عشان ما حدش يسرق الحاجه يعني. فده اللي بيخلي الغني ممكن يبص لغيره. مع دلوقتي انا معايا، فلنفرض معايا مليار، طيب. ما في غيري معاه 50 مليار. فالمشكله ان احنا بنبص لغيرنا، ما حدش بيحمد ربنا على اللي هو فيه. المهم جدا زي ما قلت قبل كده، بركه ربنا، وانا مش واعظ ولا حاجه، بس هي جت كده بالصدفه يعني. انا اتكلم يعني، انا يكون عندي 10,000 جنيه بس جايبهم بالحلال، افضل من مليون جنيه جايبهم بالحرام. فدي كمان بتدي راحه نفسيه يعني، الواحد لما ينام على السرير وهو حاسس ان هو ما اذاش اخرين، ما سرقش مش عارف واحده عجوزه، ما سرقش مش عارف مين، ما ناس اكيد اتضرت يعني، يعني اكيد الناس دي اتضرت بالاوقات، هو اعتقد حاول يعوضهم، اعتقد يمكن حاول يعوض الناس دي، يمكن الجانب المضيء اللي انا شفته في عشان برضو يبقى ندي له حقه يعني، الجانب المضيء، لان ده حتى موجود في الخطوه السابعه اعتقد او الثامنه من خطوات ان ايه اللي هي تبطيل الادمان، انك بتعوض اللي اذيتهم في حياتك، دي خطوات اللي هي 12 ستيب بروجرام او الخطوات ال 12 لتبطيل الادمان، ان هو بيعوض الناس، فلو سرق منهم حاجه بيرجع لهم تاني يعني، بس طبعا من غير ما يبين ان هو، عشان ممكن يقاضيه طبعا وقتها يعني، من غير ما يبين يعني. طيب نسيب برضه السرقه، هاجي حضرتك في تربيه ولادنا. مثلا ام عندها طفلين او طفلتين او ثلاث اطفال ايا ما يكون، تيجي تقول لك عندي ابني دايما باصص اللي في ايد اخوه، دايما عايز الحاجه طب ما انا جبت لك، لا هو عايز اللي اخوه جابها او اللي اخته ماسكاها، ده تفسروه انتوا بايه في علم النفس؟ والام تساعدها دكتور ناروز، انت تساعدها ازاي؟ بالنسبه لموضوع طبعا الاطفال، في حاجه اسمها السيبلينج رايفري، اللي هي الغيره برضو، غيره الاولاد من بعضهم. وساعات بيبقى في التربيه كمان في مشكله في موضوع ان انا بفضل ابن عن اخر يعني، دايما ممكن مثلا في بعض الناس اللي في الجنوب مصر يعني بيحبوا الاولاد اكتر شويه من البنات، يبقى في تفضيل شويه، فتلاقي البنت هنا حاسه انها اقل، او العكس في بعض الناس في الوجه البحري بيحبوا البنات يعني، او مش شرط يعني، حسب البيئه المحيطه بيهم عادة، ديناميكيه الاسره، عشان بس الكلام يكون علمي شويه برضه. فالاسره ساعات بيحصل فيها تحزب كمان او سكيوز كيزم يعني، بتلاقي الاثنين الاب خد بنته والام خد ابنها، كل واحد بقى فيه تحزب، فاذا الاسره بقت مفككه شويه او ديسفانكشنال فاميلي يعني، ما هياش دورها كويس، فده بيخلي ده يغير من ده وده يغير من ده، وده عايز ياخد حاجه ده وده بقى عايز ياخد حاجه ده، ممكن ياخدها من وراها في كمان، لان هو يحس ان هو مظلوم. فساعات الاحساس بالظلم الوهمي بيخليني انا ممكن اسرق يعني. ايه ممكن الظلم الوهمي؟ الظلم الوهمي ان هو مثلا حاسس ان هو ما خدش حقه في التعليم، هنرجع تاني استاذ محمد، ان هو مثلا ما كان متربي تربيه مش عارف غلط تقريبا، او اخواته كتير، وان هو ما سكنش مثلا في حي زي مصر الجديده من 30 سنه، مصر الجديده دلوقتي يعني غير ايش بس، المهم يعني، فما اتولدش في الاماكن دي، ما كانش عنده عربيه فارهه اللي هي بمليون وستة من عشرة جنيه حاليا يعني، فحسوا بالظلم الاجتماعي يعني، فده ظلم مهم طبعا، لان مش انك انت طب احنا بنشوف كل ده ومش حاسين بالظلم، ما هو احنا بادئين من الصفر، عشان احنا اسوياء الحمد لله، احنا بادئين من الصفر، فهو حلاوه الموضوع ان الواحد يبدا من الصفر ويكون راجل عصامي،
انا بتكلم بصراحه مش عن اي حد شخص معين، فدي حلاوه الكفاح وحلاوه النجاح، ان الواحد ينجح من الصفر خالص ويوصل لفوق، سواء كان على كافه الاصعده يعني في المهن كلها، ويكون نجاحه دوت مرتبط بنفسيه مستقره، شخصيه انتجريتد، شخصيه متكامله الى حد ما، شخصيه متوازنه، شخصيه بتراعي الابعاد النفسيه والابعاد الاقتصاديه والابعاد الاجتماعيه لموضوع السرقه، شخصيه بتخاف ربنا، شخصيه عندها الضمير. الضمير دوت الضمير. ضمير. ده مهم جدا، وده من الحاجات اللي هي في ايجو سترينث، عشان برضه نتكلم على الايجو اللي هو جزء السوبر، في الايجو والايد والسوبر ايجو، يعني دي تقسيمه كده بتاع قديمه شويه بتاعت فرويد بس لسه شغال. فالسوبر ايجو هو الضمير بتاعنا اللي بيخلينا ان احنا دوافعنا بتاعت الايد نتحكم فيها، فلو في توازن بين الثلاثه بيبقى الانسان سوي الى حد كبير قوي، ما بلجاش الى الاندفاعيه، لان برضو الامبلسيفيتي او الاندفاعيه ان انا بعمل حاجه من غير ما افكر في عواقبها. اي واحد بيفكر يسرق مثلا بنك او يسرق ما اعرفش ايه حتى لو عنده القدره، يعني انا نفسي بيجي لي فرص ممكن اسرق، بس الواحد دايما يفكر في عواقب الامور. لو هيخدع واحد، لو ينصب على حد، نصب برضه على فكره كتير جدا، لان النصب زي أيوة السرقه والاحتيال، صح، وان انا اعمل شركه وهميه، وان انا اقعد حد وما نفذش وعدي، وان انا اقول له اعمل لك ما اعرفش في السوشيال ميديا ماركتنج مش عارف ايه، واخد منك 40,000 وتلاقيه اختفى والشركه قفلت يعني. فده بقى موجود في مجتمعنا كتير جدا، وانا يمكن قلت دلوقتي يا جماعه النصب هو بقت الموضه الحاليه اللي يجب فيها تغليظ القانون، يعني بحيث الناس تخاف شويه من، لان جرائم النصب شويه مش مثبته قوي، وخصوصا النصب الالكتروني، يعني حتى المتصل بيعمل بحث الانترنت ومحكمه اقتصاديه وحاجات زي كده، معلش دخلنا في تفاصيل ثانيه، بس اقصد الحكم فيها مش رادع، وبالتالي من امن العقاب اساء الادب بالظبط، وبالتالي منتشره جدا، مش بس السرقه، هناك النصب، هناك الاحتيال، هناك ان انا اوعد واحده وما اوفيش بوعدي، هناك حاجات كتير قوي في المجتمع محتاجين نتكلم فيها، محتاجين نرجع الهويه المصريه تاني بتاعتنا. طيب دكتور محمد، سؤال دراما. كنت لسه هسألك سؤال الدراما. حضرتك محمد راشد قال انا اتحركت فورا لما شفت مسلسل لفنان على التلفزيون اشرف غفور، بقى لنا 20 سنه ما شفتوش في، بس مش مشكله، بس هو فنان قدير طبعا يعني. فكره ان ممكن الدراما تحركنا وتاثر في اولادنا وتاثر فينا احنا وتاثر في مجتمعاتنا وسلوكياتنا. ممكن اكيد طبعا. يعني احنا شفنا افلام كتير قوي، مش هقول اسمها ايه يعني، أيوة. اللي ناس مشهوره جدا وكده. المشكله لما يكون النجم محبوب جدا ونجم احنا بنحبه وكوميديان حلو قوي، وان انا ابتدي ان هو بيسرق يعني وكده، او بيبتدي يشرب مخدرات، وفي الاخر خالص بيبتدي يتحكم عليه، فانا ما خدتش بالي من اخر الفيلم او ما كملتوش يعني. لكن شفت ان النجم اللي انا بحبه دوت، مش هنقول اسماء يعني، النجم المحبوب دوت، بس اشرف غفور يعني ما كانش وقتها، يمكن وقتها 25 سنه اعتقد كان، لكن دلوقتي تحيه لريهام بنته يعني. فالاقصد ان هو التقليد اللي هو بتاع الفنانين ده موجود، وعشان كده لازم الكتاب السيناريو وصناع الدراما دلوقتي يتجهوا الى الحاجات الهادفه. واحنا شفنا فيلم الممر طبعا اللي عمل ضجه كبيره جدا في السينما، واتعرض في التلفزيونات، وعلق عليها سياده الرئيس طبعا، وقعدنا كلنا في البيوت، وكان الفنان احمد عز قال كلمه قدام سياده الرئيس قد ايه اثرت فينا وقد ايه قوه الانتماء والوطنيه عند الشباب مره ثانيه. ففي حاجات هادفه يريد تكون صناعه السينما القادمه تكون في افلام هادفه ثانيه، بتتكلم عن حرب الاستنزاف، بتتكلم عن الجيش المصري الذي نعتز به دايما ونعتز ب هذا هذه المؤسسه العسكريه، وان يكون في الدراما نبين دايما ان اي فنان او اي حد بيبقى فيه نهايته وحشه جدا، ان هو بيتسجن او بياخد اعدام او حاجه، ده يبان جدا في العمل الفني، او اي مثلا مدمن في الاخر بيحصل اوفر دوز بيموت. ده مهم قوي عشان الناس المتلقي توصل له رساله. ايوه صح، رساله العمل الدرامي ان هو ان النهايه بتكون وحشه، واجيبها كمان واضحه يعني، مش مثلا في اخر لقطه او حاجه يعني. دي المفروض تكون الدراما المصريه يعني، واتمنى ان ده يحصل، واتمنى يكون تحليلي للشخصيه بس، انا عشان ما نكونش ظالم ليه، هو طبعا التوبه دي مقبوله عند ربنا، وهو فعلا يبدو انه تاب حقيقي يعني بالفعل، وبدا ينصح الناس وبدا يرجع. يا ريت برضه كل مجرم او كل واحد كان دخل السجن او كده او اذى ناس كتير، يا ريت يحاول يعوض الناس. دي رساله ثانيه يمكن نقولها على لسانه هو، يعني احنا نعوض الناس اللي سرقناهم، ده ممكن
يعمل فرق كبير جدا في المجتمع. نورتني وشرفتني دكتور توفيق نروز، ببقى سعيدة جدا وأنا بعمل معاك فقرتنا في تفاصيل، وشكرا إنك بتقبل دعوتنا دايما. لا عفوا، ربنا يخليك. ممكن جدا تتغير، ممكن جدا تبقى إنسان صالح لو أنت قررت ده. الطب النفسي بيقول حياتنا كلها قرار. نركن الشيطان شوية على جنب يا جماعة، احنا اللي نقرر علشان نبقى حاجة في المجتمع، نفيد نفسنا ونفيد مجتمعنا. في نهاية حلقتي معرفش لحد الجاي هجيب لكم ايه، بس الأكيد هنقدم رسالة هادفة، رسالة ندخل بيها بيدخل كل الوطن العربي. هسيبكم مع تقرير في غاية الأهمية عن اليوم العالمي لتوعية لمرضى الروماتويد. كانت معكم نهال طيب، في أمان الله.